Professor of Psychiatry, Alexandria University. جامعة اسكندرية. وسعيد جدا بالمؤتمر الجميل ده بين اخواتي في جامعة الزقازيق، ربنا يكرمهم. سعيد بإني أشارك معاهم ببرزنتيشن عن الـ OCD، التخصص الدقيق، رسالة الدكتوراه بتاعتي وعلاقته بالدين. أهني طبعا إخواني في جامعة الزقازيق بنجاح المؤتمر. والريليجيوس اوبسيشن احنا حقيقي بنشوفه في عياداتنا في نسبة تتجاوز 50%، توصل 60%. وفي ألفاظ في الريليجيوس OCD يمكن إخواتي الكبار عارفينها، الصغيرين يمكن ما يعرفوهاش قوي أو سمعوا عنها قليل، زي كلمة سكرابيولوزيتي. Scrupulosity meaning any religious or moral beliefs become OCD. أي فكرة دينية أو أخلاقية تتحول لOCD ده Scrupulosity. الإبيديميولوجي في اليونايتد ستيت الOCD بيوصل لـ 30، الريليجيوس OCD حوالي 30% من المرضى. في مصر بيوصل لـ 60% حسب دراسات الدكتور أحمد عكاشة. ودي منشورة وموجودة. عندنا لفظ البليسفيموس اللي هو سب المقدسات، سب الأنبياء، سب ربنا. أيوة، ما بيشتمش ربنا ولا بيسب الأنبياء، هو بيسب الأثوريتي فيجر اللي عنده، بيقول عليه بليسفيموس. وده معدلاته بتوصل ل 5% من حالات الأوسيدي. طبعا انتوا اشطر مني وعارفين ان الكوزس اوف OCD البيولوجيكال كوزس والاضطراب السيروتونين اللي موجود. ما بيعتبرش الاوبسيشن، الريليجيوس اوبسيشن يعتبر سب تايب من الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر. له علاقه طبعا بالانفايرومنتال فاكتور، وقد يكون الجينيتكس ده الدراسات الجديده اثبتت الكلام ده، لها علاقه بالريليجيوس OCD. كمان الريرنج والجروينج اب والفاميلي وتاثيرها على حته الايه الوراثه، الصفات OCD الاوبسيشن والكومبالشن. الستريس كلايف ايفنتس، الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر مرض من امراض الستريس. وعلماء المسلمين على فكره قالوا الكلام ده من 12 قرن مثلا. بيزيد الوسواس القهري مع الضغوط النفسية على المجتمع ككل، وأظن في المرحلة اللي احنا فيها دي بيزيد الوسواس فيها. بالنسبة لشكل الوساوس، طبعا أي فكر مجرد فكر هو obsession، لو تحول إلى فعل هو compulsion. فالوساوس اللي عندنا زي يخاف ان هو يكون في شك في العقيدة، مشكلة في العقيدة، خايف يخش النار، خايف من التلوث، تلوث بجراثيم، التلوث نقض الوضوء بأي حاجة، بخروج ريح أو الكونتامينيشن بالخطايا، السكشوال ثوت كومن، قد تكون اوبسيسيف وسكشوال، سكشوال ريليجيوس الاثنين. الشك في الله عز وجل أو السب زي ما قلنا البليسفيموس. طيب الفورم اوف كومبالشن اللي احنا قلنا أي بيهيفير بيبقى ايه كومبالشن، زي ايه؟ دايما عايز ري اشورنس، دايما المؤسسين قاعدين في ديل الشيوخ والدكاتره اسالوا فيهم، دي حلال دي حرام دي صح دي غلط، طول ما الشيوخ بتزهق منهم. سيكينج كونتينيوال ري اشورنس من الريليجيوس بيبول والريليجيوس اوثوريتي. عندهم كمان اكستريم سيلف دينايل وسيلف سكريفايس، وعندهم لو سيلف استيم. عندهم الاوبسيسيف براير، اعاده الصلاه، كتر الذكر بطريقه مبالغ فيها، مانترز، الكليننج ريتشوالز والتنظيف واللازم منه بطريقه معينه. يعني عيان يقول لك انا بدخل الحمام اعلق الهدوم بالترتيب الفلاني، ادخل بالرجل الشمال، مش عارف لو حصل اي غلط في الترتيب اجيب من الاول واعيد، لازم. وطبعا الاعاده دي ممكن تاخد من الفجر للظهر بلا مبالغه احيانا. عندنا ثلاث انواع من الوسواس يا جماعه. الوسواس اللي ربنا ذكره في القران اللي هو في سوره قاف ايه 16،
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. دي الآية 16 في سورة قاف، ده اللي هو حديث النفس أو صوت الحلي زي ما قالوا، ده نوع من الوسواس، ده مش مرضي، كلنا عندنا. الوسواس الثاني اللي هو وسواس الشيطان، وإزاي بيأثر علينا بأفكار سيئة تأذينا في حياتنا، اللي هو الوسواس الشيطاني المؤذي، وده برضو مش مرضي لأن كلنا معرضين لوسواس الشيطان. الوسواس الثالث بقى هو الوسواس المرضي اللي انت فيه التكرار، فيه الريتشوالز، فيه تشيكينج، فيه الباثولوجيكال ريسبونسابيلتي، في كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها وبنشوفها. يبقى ثلاث انواع من الوسواس في التراث بتاعنا وفي الدين بتاعنا كتير قوي من الكلام، يعني زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو بتاع الشيطان يجي لك ويقول لك مين خلق كذا، مين خلق كذا، حتى يصل الى من خلق الله، فعند ذلك توقف. ولما واحد من الصحابه اشتكاله قال له ذلك صريح الايمان فليصمت، وصل لمن خلق خلاص، من خلق الله ما فيش، ما تزودش. برضو حكايه تكرار الوضوء والاسراف في استخدام الماء طبعا مسؤول عنه الولهان زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. تاريخنا بقى الاسلامي في عندنا ناس كتير قوي اشتغلوا على الوسواس القهري، وحقيقي اكتر من المكتوب في الكتب الغربيه بكتير قوي، منهم ابو زيد البلخي، وده حط منهج من الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، وده من سنه 850 ميلادي، يعني كان قريب حوالي 150 سنه هجري. اتكلم في كتابه اصلاح الانفس والابدان على ازاي تواجه الوسواس، انواع الوسواس، اتكلم عن وسواس العشق والكلام فيه كثير، عزة جميل بوسينة قس وليلى وهؤلاء الناس، اعتبر الستوكينج ده نوع من الايه الاوبسيشن. اتكلم على ابو زيد البلخي على السنترال كلاسيفيكيشن والنيزولوجي، في حته دايما الموسوس بيتوقع الأسوأ، دايما انكشس، وده موجود يعني حتى لغايه الدي اس ام 4 كان الوسواس عباره عن انكزايتي ديس اوردر، من ضمن الانكزايتي ديس اوردر. اتكلم عن شويه حاجات يعملها الموسوس علشان يقلل اثر الوسواس عليه، ومنهم ان هو ما يبقاش لوحده، انه يستعين بناس ثقه حواليه يساعدوه في ايقاف الوسواس، بس بشرط الا يصل وجود المرافق ده الى ان هو يبقى وسواس، يعني وجود المرافق في ان هو يعمل له ري اشورنس توصل لدرجه الوسواس، هذا غير مطلوب. كمان اتكلم على ان الموسوس ده يتمتع، يخرج ليجر اكتيفيتي في حياته، وده كان موجود عندنا، يعني بمارستان قلاوون، والى الان بيشتغل كمستشفى على فكره، مستشفى رمض، كان في مكان لعلاج المرضى النفسيين بالغناء بالموسيقى وبانواع من الموسيقى، دي موسيقى ليلي، دي موسيقى نهاري، دي يسمعها لوقت طويل، دي يسمعها لوقت قصير، بحيث تاثر فيه وتحسن المزاج بتاعه. بعد كده جه ابو بكر الرازي، كان في نفس الفتره تقريبا، واتكلم على حته الريليشن بين الاوبسيشن والديبريشن، وقال ان الاو سي دي له علاقه بالديبريشن قد تصل ل 80% من الحالات بانواع الديبريشن المختلفه، الثايميال ميجور ديبريشن، كل انواع الديبريشن، الادجستمنت ويز ديبريسد مود، وقال ان علاقته بالديبريشن وثيقه. يجي بعدي ابن سينا، وابن سينا طبعا ليس عالم اسلامي في الدين او في الفلسفه او في العقيده او في علم الكلام او في النجوم، كل ده هو كل ده يعني جامعه متكامله. له كتاب القانون في الطب، وده تنو يدرس في اوروبا من 1100 وشويه او 1000 وشويه لغايه 1600 وكذا، اخذوا منه واستفادوا منه، وكان هو الريفرنس بتاعهم في اوروبا. اتكلم على بعض الأدوية في الوسواس القهري. يجي بعديه أبو حامد الغزالي، وطبعا مين فينا ما يعرفش أبو حامد الغزالي، صعب، أحياء علوم الدين، طبعا من لم يقرأ الأحياء فليس من الأحياء، من لم يقرأ الأحياء فليس من الجماعة الأزهرية يقولوا كده، تمام. فأبو أبو حامد الغزالي اتكلم على علاقة الوسواس في الأكل، الأكل والتعلق به قد يكون نوع من انواع الوسواس القهري.
اتكلم كمان ان الناس دول عندهم شيء من التطرف في التفكير وفي السلوك، واكد المعلومة دي وقال ان علاج تفكيرهم والوسطية عندهم مهمة جدا، ان احنا نسحبهم الى الوسطية. ابن قدامة المقدسي ده راجل رائع، عنده ملزمة صغيرة كده 30 صفحة او 32 صفحة عن ذم المؤسوسين، اتكلم فيها لو وقعت في حد يقراها هينبسط قوي. فيها كلام عن الوضوء، فيها كلام عن الصلاة، تكرار التشهد، تكرار تكبيرة الإحرام، تكرار الفتحة عند بعض المرضى بالساعات، يقعد يكرر في الفتحة بالساعات، الكلام على الاغتسال والإعادة والتكرار فيه، الكلام على ان الوضوء مش سليم ويقعد يعيد ويزيد فيه، الاستحمام وزيادته لدرجة مملة وصعبة جدا. اتكلم على بعض الحاجات الثانية، يعني مثلا ذكر مشكلة الجماعة اليمنة بتوع اليمن، اليمنة من اليمن بيستخدموا النيلة في صباغة الهدوم، مادة النيلة، واحنا كنا بنستخدمها في مصر في العصور الوسطى برضو، وكانوا بيستخدموا أبوال السيدات الكبار في السن لأن فيها هرمونات عالية FSH وLH بتثبت الصبغة. يجي الجماعة المؤسسين ما يرضوش يلبسوها، يقولك دي هدوم نجسة ازاي يلبسها. فطبعا ده اتكلم عليه ابن قدامة المقدسي وقال ان ده من التطرف ومن الكلام الزيادة في الدين. اتنين مهمين قوي في تاريخنا وبنغفل حاجاتهم، ابن خلدون في التذكرة بتاعته، تذكرة ابن خلدون، ذكر ثلاث اشكال من الوسواس، منهم اعتقاد بني اسرائيل ان هم احسن اهل الارض وتميزهم على البشر، اعتبر ده من الوسواس. قصة السامري، اذهب فان لك ان تقول لا مساس، حته اللامساس دي وان ما حدش يلمسه، يمكن اول مره من اسبوع اشوف حاله كده، ولد جاي لي من مطروح مش عايز حد يلمسه ولا هو يلمس حد، ده الوسواس بتاعه، ده قال ده نوع من الوسواس. ذكر وسواس غريب ثالث، الجماعه المصريين غاويين يبحثوا عن الاثار القديمه بتاعه الفراعنه، اعتبر البحث عن الاثار ما كانش بتروح اوروبا زمان وتجيب دولارات واسترليني وكده، فاعتبر هذا نوع من الايه، من الوسواس. ده في تذكرة ابن خلدون. الرجل الثاني ده كان في القرن الخمستاشر 1400 وحاجة، اللي هو داود الأنطاكي، ده له تذكرة داود مطبوعة وموجودة، واتكلم عن استخدام بعض الأعشاب في علاج الوسواس القهري زي زهر القطن، وزهر القطن غني جدا بالسيروتونين، أو الزهرات اللي بيستخدمها الجماعة السوريين، واتكلم على ألبان البقر في علاج الوسواس، وفعلا قالوا ان هو very rich in serotonin. فدول من الناس اللي لهم اسهامات في الوسواس. مش هطول عليكم ازاي نعمل هيراركي للجماعه الاوبسيسيف لو عندهم افكار متعلقه بالاوبسيشن وبالكومبالشن. الجماعه دول بنحط رانك لاخطر الحاجات، اشد الحاجات المؤثره عليهم، زي مثلا واحده لو عملت غلطه في الشغل هيجي لأمها مصيبة وهارت أتاك، هي شايفة دي أشد حاجة. طب نديها كام في المية مع العيان وأنا بناقشه، يقول لي 90%، أحطها نمرة واحد. واحد تاني بيستخدم الأرقام اللي هي مش محبوبة زي 13 مثلا، دي بتمثل لك كام في المية، يقول لك دي 80% قلقاني، نحطها تاني واحدة في العلاج وأنا بعمل الهيراركي بتاع العلاج معاي. مثلا الكالر، انواع من الالوان بتضايقه بتستفزه بيتشائم منها، هديها 60. انا لو وصلت معاه ال 20 في العلاج ككوجنيتيف بيهيفير ثيرابي انا بعتبر ده نجاح بالنسبه للمريض. ونبدا نشتغل على الاعراض دي ستيب باي ستيب، يا اما من الاسهل للاصعب في ال 30 وال 40% وانت طالع، او نمسك ال 95 وانت نازل لتحت ونشتغل عليه. دي بيقولوا عليها subjective unit of distress. العلاج الديني للوسواس له أثر طبعا لا جدال فيه، بيساعد على self esteem، بيساعد على cultural sensitivity، وبيساعد على intimate relationship وال therapeutic alliance مع المريض. طبعا الاسبريتشوال ادفايس قد نحول المريض لشيخ، لو احنا استصعب علينا الامر بنحوله لشيخ يسمعه ويقول له رايه في الموضوع، ونفهم الشيخ ان ده موسوس وهم لهم فقه خاص. المؤسسين لهم فقه اسمه فقه
المستنكح اللي هو فاقد الإرادة. المستنكح هنا بمعنى فاقد الإرادة. فده له فقه خاص من فقه فرع من فروع فقه الإمام الشافعي، وإن الجماعة دول لهم هذا الفقه الخاص، لهم حاجات بتسقط عنهم. يعني هو الوضوء مضايقه، بياخد في الوضوء من الظهر للعصر، وساعات ياخد من الفجر للظهر. طب ما ده يتيمم، قول له تيمم في فقه المستنكح. غيره مثلا بيضايقه التكرار، خلاص مش بلاش نكرر الحاجة الفلانية، لو هي لازم تتعمل 7 مرات اعملها مرتين، ولو الرفيق المرافق اللي معاك قال لك انت عملتها يبقى انتهينا على كده، هي اتعملت. من الحاجات الدينية استخدام الهولن السيرابي، والكلام ده اتقال الصبح، استخدام الاهتمام بالسبيريت مع المايند مع البودي. وزعيم الموضوع ده واحد اسمه فيكتور فرانكل، من اللي اتكلموا عن العلاج الديني للانكزايتي وللديبريشن وللأوبسيشن. دوركايم وهو مؤسس علم الاجتماع قال لك ان وظيفة المجتمع ان هو ده الجلوب بتاعنا اللي بيربط المجتمع ببعض، واتكلم عن الكالتشر ان هو الواي اوف لايف اوف سوسايتي اللي هو الدين طبعا وتاثيره. السوسايتي كان اونلي سرفايف اف بيبل شير كومن بيليفز واباوت ذا رايت اند رونج بيهافير. انا بوصل كده لاخر سلايد، وفيها ان الريليجيوس انترفينشن ان سايكوثيرابي له دور، وانا مش هتكلم، يعني كفايه الكلام اللي احنا سمعناه وبنسمعه من الصبح. وبقول لكم متشكرين جدا على الوقت اللي انتوا سمحتوا لي بيه، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك الاستاذ الدكتور مصطفى بيستعداني على المحاضره الدسمه عن الهيستوري اوف او سي دي عبر الدين وعبر التاريخ اللي حضرتك ذكرته، وإضافة العلماء المسلمين في وصف الوسواس لدى مصنفاتهم، وإن الغرب استفادوا كتير من المسلمين في فترة الأندلس وغيره. ودي يعني شكرا لحضرتك يا فندم. المحاضرة التوكل اللي بعد